بشكل عام كمان لوحاتي كانت مستوحاة من مجال الطب القبالة مثل الأرضاع الطبيعي. فترة طلعت المركز الأول بالمعهد على الفصل الثاني، هدولي هدية من إدارة المعهد، علبة ألوان ورياش أدوات رسم، فحبيت أعمل هاي المبادرة هون بالمعهد. بدي أثبت إنه الحرب ما بيأثر على المواهب والفن اللي موجود عندنا، ما رح يقتل أبداً. كان جدا واضح، وكل رسمة كان لها تعريف ولها رسالة بأنه هي توصل صوت المدنيين السوريين، وأنه توصل صوت العاملين الإنسانيين، وتوضح أهداف إنسانية نبيلة واضحة جدا. واللي صار بحقها وبحق المدير المسؤول عنها هو لا يوازي نهائيا لحقوق الإنسان، وهو اضطهاد بحقها وبحق كل عامل مدني يعمل في داخل سوريا. وايضا كان هيك كان في اتهامات باطلة خبيثة وجاهلة، ايضا هاي الاتهامات اللي تم توجيهها لها، مثل انه اشارة الفيميل اللي هي اشارة بتدل على الانثى صاروا يرجحوا على انها ماسونية او انها صليب، ولكن هذا الشيء غير صحيح اطلاقا. طبعا انتقاد الطبيب مصطفى الجابي على فلكية المعرض اللي اقيم في معهد القبالة اللي هو مديره في مدينة ادلب، كان تصرف غير سليم ابدا. انا شخصيا ما شفت اي غلط بالمعرض، بالعكس تماما، كان في رسائل، في كثير رسائل ايجابيه، كان في ربط بين العمل الانساني وخاصه في السلك الطبي وبين المجتمع والناس. كان عم يوصل للعالم حتى، مو بس للناس اللي موجودين محليا، عم يوصل رسائل كثير قيمه، وانا برايي لازم ينوضع حل هذا. المعرض يعني في عدة رسومات مميزة من أفكار الأنسة غيساء. عن في شيء حبيته بهذا المعرض إنه تناول مواضيع عديدة ومواضيع كثيرة، وطرحت بطريقة حلوة وسلسة. في عدة لوحات لفتوا نظري وكانوا كثير حلوين، فحسينا في شيء من ضمن هاي اللوحات بيمثلنا وبيمثل واقعنا.